شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. انتهت الفتره الاولى والثانيه بتقدم نادي الاتحاد 42-30. الحقيقه في شوط اول والثاني يمكن يعني كان نادي الاتحاد متفوق تقريبا في طول الفترتين. النادي الاهلي ما تفوقش او ما طلعش على نادي الاتحاد في اي من وقت الفترتين الاولى والثانيه. كابتن سلاوي برحب بيك المره الثانيه. كابتن طاهر برحب بحضرتك المره الثانيه. الله يخليك. كابتن طاهر اكيد عند حضرتك الكثير لتقوله فنيا عن الفتره الاولى والثانيه. هو طبعا ما زالت مشكله الديفنس عندنا في الاهلي، مشكله الرجوع، الترانزيشن ديفنس مش سريع، وهم كانوا موفقين نادي الاتحاد في الرميات الثلاثيه في 3 بوينتس بصوره قويه. يعني اعتقد ان شوشه جاب كورتين 3 بونت ورا بعض، ودولا برضه جاب 2-3 بونت من نص الملعب ورا بعض. هي زي ما ذكرنا قبل كده ان الديفنس في المستويات العاليه او في الفرق في الممتاز والفرق الكبيره بتكون غالبا مان تو مان، وهو المان تو مان ده اللي بيوقف 3 بونت. بس احنا لعبنا زون، احنا لعبنا زون يا كابتن، ما لعبناش زون. انا بتكلم، يعني بتكلم على ان الديفنس المان تو مان مهم جدا. المان تو مان بصفه عامه. انا ما بتكلمش في الماتش ده. تمام. الماتش ده بدليل ان انت حتى لو ماسك مان ويتشاط عليك 3 بونت بالشكل دوت، دليل ان في مشكله حتى لو انت لعبت مان تو مان. صحيح. فهو ده المجمل، وزي ما قلنا ان النقص بتاع الجاردات في بتاع مأثر لنا جامد جدا، بالذات في الدفاع عن الهجوم، لان ما زال عندنا السكورر زي عمرو الجندي وهاب امين والناس دي. هي المشكله بس في ان انا اوقف الثلاثه بونت دول. صحيح. وهتلاقي معظم اللي بيجيب ثلاثه بونت الجاردات. صحيح. فهي دي اللي فارقه، وهي اللي مخليه السكور ماشي بهذه الطريقه. اشكرك كابتن طاهر. كابتن سلعاوي، راي حضرتك ايه فنيا عن الفتره الاولى والثانيه، خاصه ان احنا الشوطين الحقيقه نادي الاتحاد متفوق فيهم. الشوط الاول خلص 23-13 فرق 10 نقاط نادي الاتحاد، في حين ان الفتره الثانيه انتهت ايضا نادي الاتحاد 19-17 مجموع الاثنين 42-30. راي حضرتك فنيا عن الفتره الاولى والثانيه؟ انا رايي فنيا ان هي يعني كانت بدايه قويه من نادي الاتحاد. قابلها يعني قابل عدم تركيز من لاعبي الاهلي في بدايه المباراه، قدروا يطلعوا علينا 10-12. تركيز كان دفاع ولا هجومي ولا الاثنين؟ الاثنين. لكن انتهى الشوط الاولاني 23-13. الشوط الثاني اتحسن دفاع النادي الاهلي وهجومه فعلا. صحيح. وكانت بدايه، لكن قدر دولا يحط 2-3 بوينت من مسافات بعيده جدا في المان تو مان، وهي اصلا لعبه المان تو مان دي المدرب لو بيلعبها بيشوف مين اقوى، انا ولا انت؟ انا كدفاع اقوى ولا انت كهجوم اقوى؟ بيبان مهاره اللاعب والبارة الاساسيه بالنسبه لي. ما زالت تعدل شويه شكل فريق الاهلي، وزادت السرعه لما نزل محمد خيري بجنب كريم حاتم، بقى في جري شويه. لكن برضو في مشكله عندنا في نقطتين، مشكله في الفاول شوتنج بالنسبه للفرقتين. الفرقتين بيجلوا وبعدين اللي بيضيع كمان لاعب الارتكاز. لاعب الارتكاز ده انت مهارتك الاساسيه اللي انت بتتمرن عليها كتير. اللي انت مدرب بيدربك عليها هي الفاول شوتنج، عشان بتتدرب كتير. معظم سكورك بيبقى من الفاول شوتنج في الفرقتين. محتاجه يعني. طب كابتن انس اسامه يعني النهارده بيتميز قوي باللعب البيك اند رول، بيلف بياخد الرول بشكل كويس، ممكن دلوقتي بقى بيلعب 1-on-1 على السناتر وهو اخف منهم، وبيوصل للمربع. شفناه النهارده يعني بيوصل للمربع بسهوله. النهارده ده سبب ايه؟ ايه سبب النهارده يعني شفنا انس اسامه بيوصل للمربع بشكل مستمر وبيتلعب عليه حتى؟ شايف دي ايه يا كابتن؟ شايف دي ايه سببها وازاي نوقفها؟ يعني لازم تقف بالمساعده، ولازم يتكلم اللي بيجي يعمل هيلب مع الراجل اللي ماسك انس نظرا للطول. يعني لا، في حاله عمر طارق بيكون بره، خلي بالك برضو ان الاثنين السناتر بتوع نادي الاتحاد طوال جدا، سواء بيبو او انس او هيثم كمال لما ينزل فلازم يبقى فيه هيلب، ولازم يبقى فيه تحجيز عشان تاخد الكره. لو يعني وما يستلمش اصلا، يبقى في ضغط على اللي بيباصي، وضغط والكره ما توصلش للراجل اللي تحت الباسكت بسهوله. نعم.
واخد بالك حضرتك. وبعدين في برضه مشكله ان دفاعيه يعني الدفاع الجماعي والهجوم الجماعي، انا شايف ان الكره بتتعطل في ايد اللعيبه، مفيش الفاست بريك، مفيش الترانزيشن وفنس، مفيش الجري في الخطوط، الكره بتتحرك ببطء في الهجوم. بالنسبه يعني انا ملحوظه بقى لي فتره ما شفتهاش، كان النادي الاهلي اسرع، باص اسرع، شايف ان اللعيبه بتحتفظ بالكره فتره اطول عندنا. تمام. يعني دي اظن كانت واضحه جدا في زائد ان ترانزيشن ديفنس. ايه رايك يا كابتن؟ يعني الارتداد من الهجوم للدفاع عندنا، زائد ان احنا في الريباوند ما بنشتركش في الريباوند. في مشكله عندي في الريباوند في الدفاع والهجوم. انس وبيبو مسيطرين على فده اللي بيقلل من عندك ايه، بيقلل فاست بريك. نعم. طب كابتن النهارده يعني احنا شفنا برضو رحنا كتير 3 بونت وكنا فاضيين الصراحه. بس النسبه قليله، ترجع ده لايه؟ يعني النهارده في لعيبه كتير من عندنا شاطت فاضيه، سواء السناتر او الجردات شاطوا فاضيين ولكن لم نوفق. رايك يا كابتن طاهر ليه مثلا؟ ليه النسبه كده؟ عدم تركيز، مش فورمتنا، يعني ليه؟ هو طبعا الماتشين اللي فاتوا اللي احنا خسرناهم الى حد ما عاوز تستعيد الثقه، ثقه المكسب تاني. نعم صح. فبتبقى انت بتبقى لود عصبي عليك، فنسبك بتتاثر. وانا كنت بس في نقطه كنت عاوز اذكرها بتاعت انس اسامه، يمكن انت حضرتك قلت ان هو لعب 1 اون 1 كتير. بالظبط. دي بقى من عيوب، ما هو كل طريقه ديفنس ليها عيوبها ولها ميزاتها. دي لما يبقى عندك سنتر خفيف بيلعب اربعايه او حتى بيلعب خمسايه وبيقدر يلعب بوشه ما بيلعبش بظهره بس. نعم. ده انس اسامه ده اللي بيعمله مع السناتر بتوعنا لان هم اقل منه في السرعه. نعم. ده شيء. الشيء الثاني ان دي من عيوب بقى المان تو مان، ان سنتر بيلعب 1 اون 1 بيبقى مريح، ما بيبقاش الزون ديفنس مقفل له. نعم. فدي في مسافات، في مساحات، مساحات يقدر يلعب فيها. هو بيقدر يلعب فيها لان هو اخف، يعني طالما بص بوشه للباسكت فبيقدر يعدي بسهوله من يعني يا كابتن السنتر يعني حضرتك شايف ان نقدر يعني ايقاف انس اسامه مش مسؤوليه اللي ماسكه بس، لا مسؤوليه اللي ماسكه واللي بيباص، لازم في ضغط على اللي بيباص عشان الله، ولازم يكون اللي ماسكه برضه ماسكه من ناحيه الكوره. نعم. واخد بالك، وفي هيلب بيجي يساعد لو نزل الكوره، لازم القصير ينزل كباتن خلاص يعني. لحظات وتنطلق برضه الفتره الثالثه والرابعه. خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه. الحقيقه زي ما قلنا في الفتره الاولى والثانيه انتهت بتقدم نادي الاتحاد 42-30، الكوارتر الاول خلص 23-13، النادي الاتحاد فاز 23-13 في الشوط الاول. الشوط الثاني او الكوارتر الثاني 19-17، في المجمل نادي الاتحاد متقدم فارق 12 نقطه. طيب هل ممكن نعيد او ممكن نرجع للمباراه سهل جدا، 12 نقطه يعني 6 باسكت او 4 ثلاثات، الموضوع قريب جدا وفي الملعب تقدر تعوض، ولكن اهم حاجه ان فرقتنا تستعيد قوتها الدفاعيه زي ما تفضل ضيوفي الكرام واكدوا، لازم تستعيد قوتها الدفاعيه. النهارده 42 بونت مش وحش، يعني النهارده 42 بونت كدفاع يعني ممكن نوصل لحاجه و80، برضو محتاج تنزل شويه عن الثمانينات، ولكن هو 30 بونت اللي انت حاططهم في الاوفنس، 3 بونت بتاعتنا في الكوارتر الاول شايتين 9، 3 بونت حاطين واحده، فدي برضو من النسب القليله جدا. محتاجين النهارده نركز في الهجوم، 30 نقطه في الهجوم ده سكور قليل، احنا محتاجين اكتر من كده في الهجوم، وتصور ان احنا لو جبنا في الهجوم اكتر هتبقى الامور احسن بكتير ان شاء الله. يعني الفوز للنادي الاهلي، نتمنى العوده في الكوارتر الثالث والرابع. خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه الاهلي والاتحاد مع معلقنا الكابتن احمد مناع. الى هناك.